وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية الكشف على ما يقرب من 700 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية. كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل بالمجان. موجود فيها أكثر من تخصص خاص بأهالينا اللي كشف عليهم، وأكثر من نوع من أنواع الأدوية، يمكن أكثر من حوالي 80 نوع من الأدوية يختص بها جميع الكشوفات الخاصة بالتخصصات المختلفة لصالح أهالينا ولصالح الأسر الأشد احتياجا. عندنا قافلة اليوم الأول النهاردة عندنا 6 تخصصات: بطنة وأطفال وجراحة ونساء وتنظيم أسرة. برضو بالإضافة إن إحنا دلوقتي عندنا صيدلية متنقلة فيها أكتر من 85 صنف دواء، وعندنا معمل طفيليات ومعمل دم، وعندنا جهاز أشعة متنقل. بالإضافة إن إحنا برضو عندنا خدمة تركيب الوسائل بالمجان، بالإضافة للتسكيف الصحي والتوعية الصحية.